تحصن على القاتل. تشير الإخفاءات الرسمية إلى أن الثأرات القبلية حصدت في محافظة دمار وحدها نحو 600 قتيل، فإن هذه الظاهرة تنتشر في معظم المحافظات. الدم في أوساط المجتمع اليمني محافظة دمار في دمار والسلاح وسوء استخدام السلاح والسلاح عموما، يعني أثر على التنمية وشوه سمعة فجر. يا صاحب السر خلي الحكم للقانون. السلام فيها الشيخ عبد الرحمن، لأن سلطان الدنيا من أولها إلى آخرها لا يساوي قطعة دم تشتد أيديها. أولنا جزء كبير لموضوع تعميق تجارب التسامح والسلام، وأولنا جزء كبير أيضا لموضوع التولية بالخاطر وسوء استخدام السلاح، وصل ذلك حتى إلى المياه المعدنية إلى المواد الاستهلاكية. وعندكم تشاهدون بأنفسكم أينما رأيتم بأبطالكم تجدوا دور النظم موجود من خلال لوحات، من خلال بوسترات، من خلال مختلف أنواع التوعية والترتيب. باعتبار التوعية والترتيب أداة كبرى لتغيير مفاهيم الناس. أصبحت حملتها الوطنية من بداية شهر 5/2006 بعنوان انتخابات بلا عنف ويوم انتخابات بلا سلاح، التي توج بقرار المجلس الأعلى للدفاع بجعل هذا اليوم يوم خيبر.